غياب درسي الفنية والرياضة في بعض المدارس دفع المديرية العامة للتربية الرياضية إلى أن تقيم مؤتمرا طالبت خلاله بعودة هذه الدروس التي تنمي مواهب الطلاب ووضع حد للمدارس التي همشتها واستغلتها بدروس أخرى. لا تزال دروس الفنية والرياضة تعاني من الإهمال في معظم المدارس وفي مختلف المراحل الدراسية، أمر دفع مديرية التربية الرياضية أن تقيم مؤتمرا تناشد من خلاله عودة النشاطات اللاصفية الفنية لصقل موهبة الطلاب ووضع حد لعزوفهم عن المدارس لحاجتهم إلى فسحة ترفيهية أثناء الدراسة. هذا الدور يرجع إلى المديرية العامة والمدرسة، لأن هم كانوا أساس بإضاعة هذا الدرس، فهم ضيعوا درس الرياضة. لذلك إحنا هسه نسوي المؤتمر في سبيل تفعيل درس التربية الرياضية والدروس اللاصفية. إحنا عندنا دروس اللاصفية أيضا رايحة، يعني هو من الدرس ضايع تيادي درس اللاصفي ضايع. لذلك مؤتمرنا هذا يشجع على درس التربية الرياضية والدروس اللاصفية أو النشاطات اللاصفية. هاي الدرسين تخليه بحيث هاي أنشطة لاصفية، تعرفين اليوم العمل الجماعي يولد حالة من المحبة وكذلك التواجد، لأنه كان من كنا صغار بالمدرسة الابتدائية يكون عندنا درس رياضة، تشوف الوالدة تحضر لنا تراكسودنا وكذلك تحضر لنا كرة حتى نروح فرحين بأنهم عندنا رياضة وكذلك فني، وكذلك تنمي المواهب وكذلك المنافسة الشريفة بين الأبناء والبنات على مستوى المدارس. الجهات المختصة وضعت اللوم على المعلم الذي يستغل هذين الدرسين لإكمال منهاجهم في الدروس الأخرى. معلمو هذه الدروس يتحولون من جهة تعليمية إلى إدارية، مشهد تربوي يعكس صورة نمطية للبطالة المقنعة دون وضع حد لها من قبل وزارة التربية التي اتهمت بالإهمال أيضا من قبل أطراف ذات علاقة. هنالك صراحة تكليف من بعض المدارس بإعطاء الشغلات الإدارية إلى معاون التربية الفنية أو الرياضية، منها معاون مدير مدرسة أو ما إلى ذلك، تكليفهم بمهام أخرى خارج عملهم هذا الـ 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 بالضبط بالضبط. هنالك يعني هذا القصور والتخلي عن الدرس هو أعطى المجال والفرصة لأن تغيب هذه الدروس عن المدرسة. لابد يكون عودة الدرس الفنية ودرس الرياضة، يعني درس الرياضة والفنية مهمين جدا لتنشيط فكر الطالب، وأكيد اليوم احنا الطالب في المرحلة الابتدائية يحتاج إلى الفنية، عنده مواهب فنية، عنده مواهب رياضية. وبحسب مختصين فإن بعض المدارس لا ترقى لاحتضان الطالب علميا، فكيف تكون مؤهلة أن تخلق له جوا فنيا ينمي مهاراته ويشجع موهبته الفنية والرياضية؟ أمر يتطلب العناية والتدقيق في قضية هجرتها دفاتر الرسم وساحات المدارس الرياضية. من بغداد، ضحى عنبر، الرشيد.